مساء الفل، معاكم محمد يونس وفيديو جديد هنتكلم طبعا فيه بالتأكيد عن وضع الأحداث اللي دايرة في الشارع المصري. طبعا هنتكلم على النادي الأهلي واستعدادات النادي الأهلي لمباراة يانج أفريكانز، ومن ثم إن شاء الله استعداداته لنهائي طبعا كأس مصر. هنتكلم على تقنية النص آلي اللي أكتر من حد يا جماعة كلمني عن إيه طريقة النص آلي. إن شاء الله هنشرحها النهاردة إيه هي طريقة النص آلي اللي هيستخدمها طبعا المعالي المستشار تركي آل الشيخ، أو التقنية اللي أجلبها طبعا لمباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك إن شاء الله نهائي كأس مصر. هنتكلم كمان على استعدادات منتخبنا الوطني طبعا للمعسكر القادم، وكابتن حسام حسن اختار 30 اسم هيختار منهم طبعا في الاخر 24 اسم. عندنا مباراه مهمه جدا يوم 22 مع منتخب نيوزيلندا القوي العنيف اللي دايما طول عمره متميز به طبعا الالتحامات الجسديه او بالثنائيات او بالتدخل العنيف جدا. مدرسه مهمه جدا بصراحه، احتكاك متميز جدا جدا جدا. نتكلم كمان على صفقات النادي الاهلي في الميركاتو الصيفي. هنتكلم كمان على حاجه من وجهه نظري طبعا يا جماعه مهمه طبعا جدا جدا جدا، مؤتمر الصحفي اللي كان طبعا مارسيل كولر في طبعا استعدادات لمباراه يانج افريكانز، كمان على اراحه محمد عبد المنعم ومحاوله التمديد العقد مع بيرسي تاو وعوده محمود المتولي واراحه كمان محمد عبد المنعم وبعض من اللعيبه المميزه جدا، وخلاص رجوع متميز جدا احمد نبيل كوكا بشكل مميز جدا، كمان وسام ابو علي والتحاقه طبعا بمنتخب فلسطين كمان شهر. طبعا كل التوفيق للاعب المتميز جدا. تعال بقى نحلل اخبارنا. هنبدا طبعا بالتاكيد ايه هو يا جماعه تقنيه النص الي. تقنيه النص الي ده يا جماعه دي تقنيه ليها علاقه بوضع كاميرات متخصصه جدا 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 بتدرس او بتلاحظ 29 جزء في جسم اللاعب. 29 جزء. طب ده ليه؟ ده على اساس يا جماعه ان اي جزء من السنتي اللاعب فارق عن اللاعب المهاجم، فارق عن اللاعب المدافع، ففي ثانيه تقول لك ان اللاعب ده تسلل. كمان في حاجه مهمه جدا جدا جدا، بترصد تحركات اللاعب في اكتر من 50 بوزيشن، في اكتر من 50 موقف، في اكتر من 50 تحرك، في حاجه مميزه جدا، حاجه كبيره جدا جدا. معالي المستشار تركي آل الشيخ بصراحه عامل عظمه، عامل حاجه مميزه جدا جدا جدا. فهي دي يا جماعه بالخلاصه كده وبالبلدي وباللغه البسيطه، هي دي طريقه النص آلي اللي هي الطريقه اللي بتدرس يا جماعه اكتر او بتتبع اكتر من 29 جزء من جسم اللاعب، بحيث ان اللاعب في اي لحظه او في جزء من الثانيه او في يعني اقل من جزء من الثانيه اللاعب خرج جسمه او بعد جسمه عن جسم المدافع او عن الخط اللي بينه وما بين المدافع، بتقدر تحدد لك ان اللاعب ده في تسلل او هدف صحيح. حاجه مميزه جدا وحاجه كبيره جدا. عايز اتكلم كمان بالنسبه لي النهائي يا جماعه ان 42 كاميرا. تخيل معايا يعني ايه، احنا اكتر حاجه عندنا في الدوري المصري كانت 15 او 14 كاميرا، انت بتتكلم في 42 كاميرا. ده حاجه مهمه جدا، حاجه متميزه. التقنيه طبعا حاجه طبعا اللي هي الفوركي واعلى من الفوركي، يعني حاجه كبيره جدا، حاجه متميزه جدا جدا جدا. عايز اتكلم كمان بالنسبه لاستعدادات النادي الاهلي. النادي الاهلي هيسافر يوم الاربع قبل طبعا مباراه كاس مصر او نهائي كاس مصر. النادي الاهلي مستعد بشكل مميز جدا. مارسيل كولر بيحاول يريح بعد بعض اللعيبه المتميزه جدا، زي مين يا جماعه؟ زي طبعا المتميز جدا محمد عبد المنعم، وفي احتماليه كبيره قوي راحه علي معلول، مع الرغم كمان ان كابتن مارسيل كولر قعد مع الكابتن محمود الخطيب وبيدرسوا قصه تمديد عقد علي معلول، او علي معلول خلاص ده اخر موسم ليه بنسبه 90%. انا شايف مارسيل كولر هيحتاج علي معلول الموسم القادم، وعلي معلول هيكمل مع النادي الاهلي. انا لو من اداره النادي الاهلي، ودي وجهه نظري طبعا اللي ملهاش اي قيمه بس لازم طبعا نقولها طالما عندنا منصه وبنطلع نتكلم عليها، علي معلول يجدد او يمدد عقده لمده سنتين، يلعب سنه مع النادي الاهلي او 6 شهور مع النادي الاهلي، النادي الاهلي يبيعه يستثمر فيه، يبقى النادي الاهلي جاله عائد كبير من لعيب كبير ومتميز زي علي معلول. طبعا علي معلول طبعا افاد النادي الاهلي واستفاد كتير من النادي الاهلي، واكتر لاعب داخل قاره افريقيا بتقاضى راتب 1,600,000 دولار هو وموديست والمتميز بيرسي تاو، فده فلوس كتير قوي النادي الاهلي بيدفعها
كل سيزون او كل موسم للعيبه الاجانب. فاللي انا شايفه بصراحه يلعب 6 شهور يطلع في يناير الجاي يا جماعه، او يمدد عقده ويطلع سنه اعاره ويجي يختتم طبعا الكارير بتاعه في النادي الاهلي. دي من وجهه نظري يبقى احلى يعني نهائيه او احلى احتفاليه لعلي معلول بالنسبه ان هو يختم حياته في النادي الاهلي. دي حاجه. الحاجه الثانيه هتكلم عليها تاهيل احمد نبيل كوكا. احمد نبيل كوكا لعيب متميز جدا يعني بصراحه، عنده حلول متميزه جدا في نص الملعب. مروان عطيه رجع بشكل رسمي طبعا، هيلعب مباراه يانج افريكانز استعدادا طبعا لمباراه نادي الزمالك. يانج افريكانز لعيب فريق متميز، عنده بعض اللعيبه المميزه. اهم مميزات فرقه يانج افريكانز ان عندها التحول من الدفاع للهجوم بشكل متميز. لعيبه عندها سرعات، عنده الجناحين لعيبه جامده جدا، رقم 11 ورقم طبعا 17، اتنين جامدين جدا، لعيبه متميزه. اهم ميزه فيهم طبعا ان هم عندهم سرعات. طبعا احنا عارفين محمد هاني كان عنده كسور الفتره اللي فاتت. عمر كمال عبد الواحد قدم مباراه متميزه جدا، انا شايف هو عنده باور وعنده حميه وعنده شخصيه مهمه جدا. لو لعب كباك ليفت بديل علي معلول هيأدي بشكل متميز جدا. الدبيس خلاص بقى جاهز كمان للمباراه، كريم الدبيس لعيب متميز ولعيب كبير جدا جدا جدا. مارسيل كولر قال احنا ان شاء الله هنقدر نحسم المباراه لصالحنا، ونتمنى ان شاء الله نمير النادي الاهلي تكون في صفنا. فمارسيل كولر يا جماعه بيتكلم في حاجه مميزه جدا. دايما مارسيل كولر عنده سنس كده ما بينه وما بين الجماهير، عنده تالق في تصريحاته دايما وتوفيق في تصريحاته بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي طبعا محبه وعاشقه لكيان النادي الاهلي، فاي حد بيميز او اي حد بيقول كلام مميز جدا على طبعا جماهير النادي الاهلي طبعا يعني زي ما بيقولوا بيبقى قريب جدا من جماهير النادي الاهلي. النجم طبعا وسام ابو علي عارفين ان هو هينضم لمنتخب طبعا فلسطين. منتخب فلسطين طبعا عنده اكتر من مباراه مهمه جدا، لاعب منتخب من جلاديش ان شاء الله باذن الله يكون حليف التوفيق لمنتخب العربي الفلسطيني. نتمنى لهم كل توفيق. وسام ابو علي لعيب كبير قوي ولعيب متميز، اثبت قد ايه ان هو لعيب مميز جدا. طب ايه مميزات وسام ابو علي اللي لاحظناها في مباراه البلديه بعيد عن الجولين اللي هو جابه؟ بص يا جماعه، اخطر مهاجم بالنسبة للمدافعين المهاجم المتحرك. يعني ايه؟ يعني المهاجم نوعين، نوع كلاسيكي زي موديست اللي هو بيلعب في الصندوق او بيلعب في ال 18 وما بيتطرفش على الاجناب او بيلعب من خلف الامام، ونوع متحرك زي وسام ابو علي اللي هو بيلعب على الخط كامل، ياخد من اول الوينج ليفت لغايه الوينج رايت، بيلعب على الاربع لعيبه دول، بيتحرك وتحرك في ظهرهم زي الجول اللي جابه في طبعا بلديه المحله. اتحرك عرض الاول يا جماعه يكسر الاوفسايد، وبعد كده اتحرك طولي في اتجاه او في مسار الكره. لعيب كبير قوي، لعيب مميز. انا بقى بحب اللعيبه اللي عندها دايما تحرك، لعيب متميز جدا. ده كمان بيسهل على الثلاثه اللي في نص الملعب يلعبوا له امتى بينيات، امتى طبعا يلعب له اسيست. فلعيب بصراحه انا شايفه من اللعيبه المتميزه جدا جدا. مين كان كده يا جماعه؟ طبعا كان عماد متعب. عماد متعب كان قناص، كان خطاف. ليه يا جماعه؟ لان كان لعيب مش ثابت، ما بيلعبش دايما ظهره للمرمى، دايما في تحرك. اللعيب المتحرك كمان يا جماعه ميزته ان هو دايما بيبقى جاي وشه في اتجاه المرمى او في اتجاه المدافع. طبعا معنى ان هو في اتجاه المدافع طبعا الطبيعي ان دايما المهاجم بيبقى اسرع من المدافع، على عكس موديست اللي دايما بيلعب وظهره للمرمى. فانا شايف وسام ابو علي لعيب كبير، لعيب مميز جدا جدا جدا. نطلع من وسام نخش على منتخبنا الوطني. كابتن حسام حسن وعد جماهير مصر ان شاء الله يكسر الدنيا معانا مع المنتخب، وان شاء الله باذن الله يكون عند حسن جماهير مصر كلها. دي حاجه. الحاجه الثانيه حسن ظنهم طبعا. الحاجه الثانيه كمان الراجل اللي هيختار 30 اسم هيتقلصوا ليه 24 اسم. خد مني اللي من الاخر، عبد الله السعيد وارد يبقى في المنتخب، السولية وارد جدا يبقى في المنتخب جدا جدا كمان. اللاعب اللي انا شايفه من اللعيبه المتميزه جدا 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 زي يوسف اوباما وارد يبقى في المنتخب. كل اللعيبه دي وارد تبقى في المنتخب. عبد الله بكري لاعب طبعا المتميز جدا اللي بيلعب سيرد باك وارد بنسبه 100% يبقى في المنتخب اللي بيلعب في نادي الزد. في اكتر من لاعب انا شايفهم بنسبه 90% كابتن حسام حسن هيختارهم، لان لعيبه متميزه قوي، لعيبه منوره قوي. محمد عواد وارد جدا 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 يكون في المنتخب. فاللعيبه اللي انا بقول لحضرتك عليها دي وارد تبقى في المنتخب. محمود علاء وارد يرجع للمنتخب، حسين الشحات وارد يرجع للمنتخب، رمضان صبحي
كل اللعيبه اللي انا بذكرها لحضراتكم دي، وارد تبقى في ال 30 لعيب اللي هيختارهم الكابتن حسام حسن. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، كل التوفيق للنادي الاهلي، كل التوفيق لنادي الزمالك، لجميع الانديه اللي بتشارك في بطوله افريقيا بالنسبه طبعا كانديه مصريه. احلى مسا على كل المصريين. السلام عليكم.